أحدث المفاجآت الإسرائيلية في الحرب اللدغة الحديدية ومسيرات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي، تطلق من الأرض والسفن وطائرات الهليكوبتر. ونظام غوسيبل المهلك قالت عنه صحيفة ليبراسيون الفرنسية إنه الأسلوب الأكثر فتكاً وتدميراً في القرن 21، مصنع اغتيالات جماعية كما وصفه ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي، حيل عسكرية مبتكرة وأسلحة صنعت خصيصاً لحرب غزة. كل هذا والفصائل لا تزال عصية على التدمير، تكلفة عالية يتكبدها الجيش الإسرائيلي في حربه المفتوحة. وماذا بعد؟ صواريخ فوق الأرض. هذه غزة التي من قلب الحدث إلى عقل المشاهد. ستيب نيوز 10 سنوات وتغطيتنا مستمرة. اللدغة الحديدية. بينما تنفذ القوات الإسرائيلية عملية برية داخل قطاع غزة، هناك مفاجآت عسكرية تحضرها تل أبي باستعدادا للمواجهة. أثارت وحدة ماجيلان في جيش إسرائيل ضجة واسعة عندما نشرت فيديو في 21 أكتوبر الماضي يظهر استخدام قذيفة هاون جديدة عالية الدقة في قصف غزة، أطلقوا عليها اللدغة الحديدية. شركة أنظمة إيلبيط الإسرائيلية أعلنت عنها مارس الماضي، لكنها استخدمت للمرة الأولى منذ اليوم 4 للحرب الحالية في غزة. وحدة ماجيلان أطلقت نحو 12 قذيفة منها منذ بدء المواجهات، نصفها نحو غزة والنصف الآخر نحو جنوب لبنان، إلى جانب استخدامها لنحو 50 قذيفة هاون عادية. قذائف الهاون العادية تظل دقتها منخفضة ما يتطلب استخدام أعداد كبيرة منها. وهنا تأتي قيمة اللدغة الحديدية. هذه القذائف المتطورة التي صممت للاشتباك مع أهداف ثابتة بدرجة عالية من الدقة باستخدام التوجيه بالليزر أو بنظام الجي بي إس، وخصوصا في المناطق المفتوحة وكذلك في حرب المدن. وقد نجحت الشركة المصنعة في اختبار نظام إطلاق هذه القذائف بشكلين. الأول يكون محمولاً على عربة هامفي عسكرية، والآخر يكون محمولاً على مدرعة من طراز M113. بجانب الدقة التي تتمتع بها قذائف اللدغة الحديدية، فإنها تتميز بميزة اقتصادية تجعلها تنافس قذائف المدفعية التقليدية والقذائف الجوية من ناحية التكلفة. اللدغة الحديدية ليست السلاح الجديد الوحيد الذي تجربه إسرائيل في حربها الحالية على غزة. إليكم المزيد من المفاجآت. مسيرات بالذكاء الاصطناعي. صحيفة بوليتيكو الأمريكية نشرت تقريراً بعد عملية طوفان الأقصى كشفت عن صفقة عقدها جيش إسرائيل مع شركة سكايتيو، وهي شركة تكنولوجيا أمريكية متخصصة في إنتاج المسيرات. طلب الجيش من الشركة توفير طائرات استطلاع ذكية قصيرة المدى تعتمد على الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى توجيه بشري. تستخدم هذه الطائرات الاستطلاعية الجديدة في إجراء مسح ثلاثي الأبعاد للهياكل الهندسية المعقدة مثل المباني، وفي غضون 3 أسابيع فقط بعد طوفان الأقصى وردت الشركة الأمريكية أكثر من 100 مسيرة من هذا النوع إلى جيش إسرائيل، مع وعد بإرسال المزيد فيما بعد. سكايديو ليست الشركة الأمريكية الوحيدة التي تلقت طلبات من إسرائيل لتوريد هذا النوع من الطائرات. تشير التقارير إلى أن حرب غزة تسببت في زيادة الطلب على تلك التقنيات العسكرية المتقدمة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، والتي يقدمها مصنعو تكنولوجيا صغار الحجم. يأتي ذلك في الوقت الذي يعتمد جيش إسرائيل على طائرات ذاتية القيادة من شركة شيلد AI الأمريكية،
والتي تعرف باسم نوفا 2. هذا النوع من المسيرات يتم استخدامه داخل المباني فقط، تعتمد على تخطيط المسارات وخوارزميات الرؤية الحاسوبية للتحرك ذاتياً داخل المبنى دون الحاجة إلى نظام جي بي اس أو توجيه بشري. تقارير توضح أن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة 200 مسيرة انتحارية من طراز سويتش بليد 600، وهي طائرات تمتلك كاميرا متطورة ويمكنها حمل كمية من المواد المتفجرة، ولديها القدرة على استقبال المعلومات من الطائرات بدون طيار القريبة منها. المهمة الأساسية لسويتش بليد 600 مهاجمة الأهداف القريبة، إذ يصل مداها إلى 40 كيلومتراً مع قدرة على الطيران لمدة 40 دقيقة. هذه الطائرات هي نفسها التي أرسلها الجيش الأمريكي لأوكرانيا العام الماضي في حربها ضد روسيا. مصنع اغتيالات جماعية. تفوق إسرائيل في التكنولوجيا العسكرية لا يقتصر على المسيرات الحديثة وحدها، بل يمتد إلى تحديد الأهداف ببراعة على الأرض أثناء القصف. بعد حرب غزة في مايو 2021، أكد المسؤولون أن تل أبيب أجرت أولى تجاربها في ميدان الذكاء الاصطناعي، لكن الحرب الحالية أتاحت الفرصة لتجربة هذه التقنيات التي من بينها منصة تحديد الأهداف بالذكاء الاصطناعي المعروفة باسم جوسيبل. تستفيد إسرائيل من جوسيبل في تقدير عدد الضحايا المدنيين خلال القصف وتحديد الأهداف ذات الصلة بالهجوم داخل محيط معين، وحتى في حساب كمية الذخيرة اللازمة. صحيفة ليبراسيون الفرنسية تصف هذه التقنية بأكثر الأساليب فتكاً وتدميراً في القرن 21، ووصفها ضباط سابقون في الجيش الإسرائيلي بأنها مصنع اغتيالات جماعية، حيث قصفت إسرائيل أكثر من 15,000 موقع خلال 35 يوماً الأولى من النزاع بفضل خوارزمية جوسيبل التي تحدد الأهداف تلقائياً بوتيرة سريعة. وقد أعلنت تل أبيب أن هذه الخوارزمية تحدد يومياً 100 هدف للقصف، مقارنة ب50 هدفاً فقط كان يضعها سنوياً في غزة. يعتمد نظام جوسيبل على معلومات وصور يزود بها من الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى المعلومات الناتجة عن اعتراض الاتصالات، كما يعتمد على بيانات أبراج المراقبة لرصد تحركات الأفراد المستهدفين. وبعد ذلك يعطي النظام إرشادات لأهداف يجب مهاجمتها، مع بيان حول عدد الأشخاص المحتمل قتلهم في القصف. مسؤول إسرائيلي كشف لوكالة بلومبيرغ الأمريكية يونيو الماضي أنه يجري استخدام نموذجين لبناء مجموعة بيانات تعتمد على خوارزميات بشأن الأهداف المحددة. يستخدم هذا النموذج لحساب كمية الذخيرة المحتملة وتحديد الأولويات وتعيين آلاف الأهداف للطائرات، مع اقتراح جدول زمني للغارات. تعمل هذه الأنظمة تحت سيطرة مشغل بشري يفحص الأهداف وخطط الغارات الجوية، فالبرنامج لا يتخذ القرارات بشكل ذاتي، بل يترك هذا القرار لقائد الوحدة الذي ما عليه إلا أن يضغط زر التدمير بعد أن تصله قائمة الأهداف. صواريخ إسرائيل المهلكة. عدة أسلحة جديدة يجري اختبارها الآن في تل أبيب استعداداً للاجتياح البري. هذا ما أفشته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية في تقريرها. كشفت إرسال البنتاغون صاروخين جديدين لنتنياهو ليو وإم جي إم ماتادور. من المتوقع أن تدرج هذه الصواريخ الجديدة ضمن الترسانة الحالية لكتائب المشاة المشاركة في الغزو البري، وهي أكبر بنسبة 50%
من الصواريخ المتاحة حالياً لدى جيش إسرائيل، وتملك نطاقاً أوسع للتدمير. وهناك الجيل الجديد من صواريخ جيل التي تعتمد على الإنترنت والذكاء الاصطناعي، ما يجعلها أكثر فاعلية في مختلف أنواع المعارك. يمكن تركيب تشكيلين للرأس الحربي على صواريخ جيل، وهما رأس حربي مزدوج يوفر زيادة في الاختراق بنسبة تزيد عن 30% مقارنة مع الجيل السابق. كما تتمتع الرؤوس الحربية متعددة الأغراض بقابلية في التحكم بانصهارها وتأثير الضرر الذي تسببه عند ضرب الهدف. تم تجهيز صاروخ جيل الجديد برؤوس توجيه كهروبصرية مبتكرة، تحتوي على جهاز استشعار بالأشعة تحت الحمراء ومستشعر لون عالي الجودة. وتمنح رؤوس التوجيه الجديدة القدرة على تتبع مجموعة متعددة من الأهداف بفضل اعتمادها على الذكاء الاصطناعي. يمكن إطلاق الصاروخ على أهداف من الأرض وطائرة الهليكوبتر أو السفن. عندما يتم إطلاقه من طائرة هليكوبتر أو سفينة، يمكن للصاروخ ضرب أهداف تقع على مسافة تصل إلى 10 كيلومترات، بينما يكون أقصى مدى له عند إطلاقه من الأرض 5.5 كيلومتر. تأتي هذه التحسينات كجزء من الابتكارات التكنولوجية المستمرة التي تقدمها شركة رافائيل، الشركة الإسرائيلية المصنعة لهذه الصواريخ. يظهر هذا التنوع في المدى ومواقع الإطلاق استعداد الصاروخ للتكيف مع مختلف سيناريوهات المعركة والهجمات. تواصل صحيفة يديعوت أحرانوت كشف آخر المستجدات العسكرية الإسرائيلية. كشفت استخدام قوات المشاة للنسخة الأحدث من المدفع الرشاش IWI-7. يتميز هذا السلاح باستخدام رصاصة بقطر 7.62 ملم، ما يمنحه قوة أكبر في اختراق الجدران. وأكدت الصحيفة أيضاً لجوء جيش إسرائيل إلى تقنيات أكثر تطوراً للرؤية الليلية في هذه الحرب من خلال جهاز الرؤية الليلية الجديد IDO. يقدم صورة ثلاثية الأبعاد ويسهل استخدامه لفترات زمنية طويلة. يمكن تثبيته بسهولة على الجزء الأمامي من الخوذة، وهو يساعد على تحسين الرؤية في الظلام بعين واحدة أو بكلتا العينين. وفي عام 2019 بدأ جيش إسرائيل باستخدام منظار ذكي يعرف باسم الخنجر. خلال الحرب الحالية بدأ الجيش في استخدام الجيل الثالث من هذا المنظار للمرة الأولى، ويفترض أن يكون لديه نظام متطور يستخدم أجهزة استشعار كهروضوئية ويعالج الصور بالذكاء الاصطناعي لتتبع الأهداف بدقة. كما استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة حاملة الجند إيتان مصحوبة بالمدرعات الإسرائيلية مثل نمر. تعتمد إيتان على التقنيات المستخدمة في سلسلة دبابات ميركافا ونمر. تعد إيتان نسخة مطورة حديثا تملك 8 عجلات، وهي أخف وأرخص من المدرعة نمر، ما يجعلها خيارا أقل تكلفة. وقد تم استخدامها بسبب التكلفة المرتفعة لنمر. تظهر تلك الاستعدادات العسكرية في قلب تل أبيب كيف أن إسرائيل تطور قدراتها العملية والتنظيمية والتقنية لمواجهة الفصائل الفلسطينية. ورغم أن الجيش الإسرائيلي يمتلك قوات برية وبحرية وجوية هائلة تفوق نظيراتها في غالبية جيوش المنطقة، إلا أن الفصائل لا تزال عصية على التدمير، وتمثل عقدة خاصة بالنسبة لإسرائيل. ويبقى السؤال، ماذا بعد؟